энэ ч юм уу استقبل الفنان اللبناني نيكولا معوض طفلته الأولى من زوجته مادلين منذ أيام قليلة، ونشر صورة له مع زوجته وطفلتهما بعد لحظات من ولادتها، وكشف عن اسمها والسبب وراء اختياره ليها، ووجه رسالة مؤثرة في تعليقه على الصورة، كما أنه تذكر والدته الراحلة وهو ما جعله يختار اسم طفلته على اسمها، وقال الفنان نيكولا معوض في رسالته على انستجرام بعد استقبال طفلته الأولى واللي سماها سي سيان 3/5/2022 في مثل هاليوم من عشر سنوات خسرت أمي، اليوم وبعد عشر سنين بالضبط الله أعطانا أول بنت هدية من عنده، سيان وحقق واحدًا من أجمل وعوده: أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح، رح ضل للأبد مندهش من عظمتك وولائك، خلونا نحن الثلاثة بصلواتكن. وتلقى الفنان نيكولا معوض عشرات التعليقات والرسائل من زملائه وجمهوره والذين شاركوه الاحتفال بقدوم طفلته الاولى ومنهم الفنانه نيلي كريم والفنانه دنيا عبد العزيز ولارا اسكندر وغيرهم كثير ولكن تساؤلات كثيره رافقت تعليقات الجمهور على صوره الفنان وهو يحمل طفلته المولوده وهو عاريا الصدر في غرفه العمليات وبعد كثره التساؤلات خرج الفنان بنفسه ليوضح الامر ونشر الفنان أول فيديو له مع طفلته بعد لحظات من الولادة وكشف عن السبب في رسالته والعلق بها على الفيديو ووجه نصيحة للجمهور من خلال التعليق فكتب وقال كان عبالي من أول لحظة بنتي تعرف وتحس إنه أنا الملجأ تبعها كل شيء وانا عايش غير طبعا الفوائد الطبيه لسكين تو سكين او البشره الى البشره ويقصد ملامسه الجلد للجلد واللي تعتبر احد اهم وابسط الطرق المستخدمه بين الام والرضيع او الاب والرضيع وذلك لتهدئه الطفل ومنحه شعورا بالامان بعد الولاده كما انه يعزز من علاقته بوالديه ويساعد في بناء روابط قويه بينهم. وتابع الفنان وقال حبيت أشاركها معكن بها الفيديو لحتى أشجع كل رجل عم يستعد يكون أب إن يعيش هاي اللحظات لأنه للأسف ما كتير منا يعرف عن الموضوع بالوطن العربية كنت أريدها أن تعرفوا من اللحظة الأولى أنني سأظل منطقتها الآمنة إلى الأبد ده. وكان الفنان نيكولا معوض قد نشر مؤخرا صورة له مع زوجته في اللحظات الأخيرة لحملها وقال أنهم يقتربون كثيرا من موعد قدوم طفلتهما ثم علق على الصور وقال رح نصير ثلاثة قريبا كما نشرت زوجته أيضا عدة صور لها عبر حسابها بانستجرام في اللحظات الأخيرة لحملها ومنها صورة قبل ساعات قليلة من الولادة ووجهت من خلالها رسالة لزوجها وتغزلت به وقالت أنه سيصبح أبا رائعا وقد احتفل الفنان نيكولا معوض بزواجه في شهر مارس من العام الماضي من حبيبته الاجنبيه في حفل زفاف رومانسي فاجأ به الجمهور وقتها ثم علق على خبر زواجه وقال المره الاولى والاخيره وانهالت عليه التهاني والمباركات من الجمهور شكرا لكم على حسن المتابعه ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه والى اللقاء مع فيديو اخر وخبر جديد والسلام عليكم